هل لازم كل اسبوع تغير الدايت عشان تحصل على نتائج افضل؟ السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عمرو شعراوي في حلقه جديده. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم، وهو اللي احنا محتاجين نغير الدايت عشان نفاجئ الجسم فنخسر دهون. هل الموضوع ده صح ولا غلط؟ بس في سؤال انت مفروض تسالي نفسك، هو هل فعلا الدايت اللي انا ماشي عليه دوت كويس ولا لا؟ في عشان اعرف النهارده اسال نفس السؤال ده، في تحتيه شويه عناصر هنبدا نتكلم عنهم. العنصر الاول، لازم يكون الدايت بيخسرك دهون. ما ينفعش انا اكون ماشي على دايت ما بيخسرنيش دهون. انا النهارده وزن زياده او الدهون بتاعتي اوفر، فمحتاج اخسر الدهون عشان احسن صحتي. رقم 2، هل الدايت اللي انت ماشي عليه مستريح عليه نفسيا؟ هل الاكل اللي انت بتاكله حبه ولا كارهه؟ ما ينفعش انا النهارده اكون ماشي على دايت كاره الاكل فيه. انا النهارده ما بحبش الشوفان، مش هاكل الشوفان لمجرد انه مثلا بيشبع او بيدي طاقه او فيه فيتامينز او فيه الياف الى اخره، لا، انا مش حابب الحاجه اغيرها. في حاجات كتير جدا بديله للشوفان وتديك نفس الفوائد. كذلك مثلا البروكلي، انا النهارده مش حابب البروكلي، بس عارف مثلا الناس كلها بتلعب رياضه بيقول لك لا كل بروكلي فيه بروتين والى اخره بيشبع. لا، انت النهارده مش حابب بروكلي ما تاكلوش. لازم يكون الدايت انت مستريح عليه نفسيا وتقدر تمشي عليه فتره كبيره، مثلا من 3 6 شهور. فلو انت مش مستريح على الدايت نفسيا، اعرف ان ساعتها الدايت ده مش مناسب ليك. رقم 3، وهو هل الدايت اللي انت ماشي عليه بيديك طاقه اثناء التمرين؟ ما هو مش هينفع انا اكون ماشي مثلا على دايت بخس دهون بس في نفس الوقت ما فيش طاقه في التمرين، مش قادر اعمل مبدا البروجرس اوف لودنج، فمش قادر ان انا اشد الجسم، ارفع معدل الحرق، ازيد عضلات. فده طبعا غلط. لازم الدايت اللي انت تكون ماشي عليه بيديك طاقه. طبعا انا ساعتها ما بقولكش طاقه كبيره جدا زي مثلا وانت في مرحله الضخامه اللي هي البالكينج، لا، انا بكلمك هنا طاقه خفيفه على الاقل تعرف تعمل التمرين بتاعتك. رقم 4 واخر حاجه معانا، الدايت اللي انت ماشي عليه هل الجوع بتاعه بيتراوح من 5 ل 10% ولا لا؟ ما ينفعش انا النهارده مثلا نسبه دهوني 30 40% اكون ماشي على دايت حاسس ان الجوع بيزيد بنسبه اكتر من 10% او انا مش قادر انام من قله الاكل. ده طبعا غلط جدا وهيسبب قدام انك ترجع تسيب الوزن تاني مره اخرى، الا في بعض الناس. طبعا النسبه دي بتزيد عن 10%، الناس اللي بتخسر الدهون العنيده عند نسبه مثلا هو من 10 ل 12% وعاوز يبدا ينزل ل 6 7% او 5% حتى، ساعتها في اخر الفتره دي من 4 ل 6 اسابيع طبعا الجوع ممكن يوصل ل 20 و 30% كمان على حسب انت بقى السعرات الى اخره. فده طبيعي في فتره بس الدهون العنيده، لان انت محتاج تكسر روتين معين، تاخد مثلا صوره، تطلع بطوله الى اخره، وبعدها بترجع لنسبه الدهون الطبيعيه اللي هي مثلا 10%، ساعتها الجوع بيبدا يظبط تاني. فلو انا ماشي على دايت الجوع بتاعه فيه عالي جدا، يبقى ساعتها اعرف ان الدايت ده مش مناسب لي. نبدا بقى ننتقل على السؤال، هل فعلا انا محتاج افاجئ جسم كل اسبوع او حتى شهر او شهرين عشان اخسر دهون؟ الاجابه، انا ممكن ابدا اقول لك كلام نظري واقنعك، بس الاجابه العلميه لا، مفيش الكلام ده خالص. بمعنى في مدرستين، في مدرسه يقول لك خد سعرات بتاعه الوزن اللي انت عاوز توصل له وعاوز تخسر عليه. يعني مثلا انا مثلا عاوز اوصل لوزن 70 كيلو، فببدا احسب مثلا سعرات ال 70 كيلو ده بدون رياضه بدون اي حاجه بدون ما اعمل مجهود. فهو مثلا قال لي 1700 سعر، فببدا انا مثلا النهارده كنت 90 كيلو، فببدا اخد 1700 سعره، ببدا امشي على نفس الدايت ده مستمر معايا شهرين 3 4 5 لحد ما اوصل الهدف. بس اثناء ال 1700 سعره دول انا بغير في نوعيه الاكل. يعني مثلا بدل ما كنت باكل مثلا رز بسمتي بغير مثلا مكرونه مثلا بني، او بدل ما باكل الاثنين دول بحط مثلا عيش من القمح، او مثلا بشيل ده واحط بداله بطاطا او بطاطس، او باكل شوفان او بدخل بداله جايين القمح. ببدل بس السعرات والماكرو الى حد ما متساويه. دي المدرسه الاولى، ودي المدرسه القديمه، والمدرسه دي ناجحه جدا مع مثلا 70 ل 80% من الناس، اللي هو انا باخد سعرات معينه بفضل ماشي عليها، بس في الناحيه الثانيه بكون طبعا انا ماشي على نظام تمرين، فبالتالي بحرق السعرات، بعلي معدل الحرق، بزيد حجم عضلي لو انت بنت بتشد الجسم. فانا الناحيه الثانيه عمال ازود معايا، وفي نفس الوقت الاكل هنا، فببدا اقل تدريجي تدريجي تدريجي. وطبيعي يا جماعه النهارده لما كنت 90 كيلو في الاول بخس مثلا 2 3 كيلو في الاسبوع، بعدها بيبدا تقل تقل لحد ما ابدا اخس في الاسبوع من نص كيلو او حتى ربع كيلو الى كيلو دهون اسبوعيا، كل ما تبدا تقرب من منطقه الدهون العنيده. فده حاجه طبيعيه انك في الاول تخس كتير وبعد كده تبدا تقل تدريجي. دي كده المدرسه الاولى. طيب المدرسه الثانيه، المدرسه الثانيه دي بتنفع مع الناس بنسبه 30%، الناس اللي هي وزنها اوفر، الناس اللي هي كل شويه تقع في الدايت وترجع تاني، الناس اللي هي الاراده عندها تعتبر قليله جدا. ليه؟ انت في المدرسه دي بيقول لك ابدا بسعرات الثبات او اقل حاجه بسيطه، لحد ما المتدرب ذات نفسه يجي يقول لي يا كابتن انا خلاص شبعت مش قادر اكل اكل.
المدرسة دي بتنفع مع الناس اللي بتبدأ تقع في الدايت وترجع تاني ويفضل في السايكل دي، ومع الناس اللي وزنها اوفر. انا النهاردة واحد مثلا كان بياكل 3 4000 سعرة مثلا من الاكل الغير الصحي، ما ينفعش اجي اديله دايت مثلا 1500 سعرة، لا ده ما هيجوع جدا. لا انت بتبدأ معاه مثلا ب 2200 2000 ونص، ودي كمية كبيرة جدا على الاكل الصحي. هو بيكمل بيمشي ساعتها فترة مثلا يقول لك والله انا شبعت، في عند بعض الناس اسبوع اسبوعين وبعدها بتبدأ تقلله تدريجي. دي المدرسة التانية اللي هو بيقول لك شبعه الاول، شبعان مستريح على الدايت، بيحب فواكه حط له نوع فواكه اللي هو بيحبه، ما تقطعلوش مثلا الرز والعيش والحاجات دي مره واحده، درجهم له. فانت بتبدا مثلا فرضنا انت بدات من 2500 سعره، بتبدا تدرجهم له كل 3 ل 4 اسابيع، بتبدا تقللهم تدريجي، او هو قال لك انا شبعت فبتبدا تقلل السعرات تدريجي لحد ما تنزل مثلا 1000 ونص 1600 الى اخره. طبعا انت ساعتها بتعمل حاجه اسمها الريفرس دايت زي ما شرحنا قبل كده، عشان معدل الحرق لما انا ببدا اقلله بيبدا يقل، فمحتاج ارفعه تاني عشان ارجع اكمل خساره الدهون. ولو انت عاوز تفهم اكتر على الريفرس دايت هتلاقيها على قناه اليوتيوب وصفحه الفيسبوك. يبقى دي كده هي المدرسه الثانيه. يبقى انت عندك مدرستين، المدرسه الاولى بيقول لك خد سعرات الثبات بتاعت الوزن اللي انت عاوزه بدون رياضه، يعني مثلا في الحدود مثلا غالبا لو انت 70 كيلو هيقول لك مثلا في حدود 1700 سعره او 1650. وفي مدرسه ثانيه بيقول لك لا، لو انت وزنك اوفر، لو انت كل شويه تقع في الدايت وبيحصل لك مشاكل الجوع، لا بيقول لك كل اعلى سعرات تشبعك، بعدها ابدا درج تدريجي، لان دوت نفسيا هيبدا يظبطك، وفي نفس الوقت هتلاقي تحقيق الهدف بتاعك واحده واحده لحد ما توصل لهدفك. طيب هل انا بقى محتاج اغير نوعيه الاكل كل اسبوع او كل اسبوعين او كل 3؟ الموضوع ده واقف عليك انت. يعني انا بالنسبه لي الجسم بيتغير فعلا كل 3 ل 4 اسابيع. يعني انا النهارده هقلل مثلا 100 سعره، هقلل 20 جرام بس مثلا كارب مثلا اللي هم ب 80 سعره، كل 3 ل 4 اسابيع ابدا اقلل. ده ليه 3 4 اسابيع؟ لان ده الوقت المتوسط ان جسمك بيبدا محتاج اضغط عليه في سنه زياده، فببدا مثلا اقلل 20 جرام كربوهيدرات او اقلل مثلا 10 جرام دهون الى اخره على حسب النظام اللي انت ماشي عليه. في الناحيه الثانيه ممكن الفتره دي بتمتد من 3 ل 4 اسابيع الى 6 ل 8 اسابيع. ليه؟ لان الشخص ساعتها في الفتره دي هو لسه مش قادر يلتزم، وده طبيعي. يعني في ناس بتيجي تشيك مثلا في المتابعه بيجي في الاول يقول لي انا حاسس ان الموضوع ملخبط شويه، بقع وارجع تاني. ده طبيعي جدا يا جماعه. انا النهارده اول ما اجي ابدا انقل على دايت صح، عاوز اعمل دايت واسلوب حياه، طبيعي جدا ان انا كنت ماشي غلط، اقع وارجع تاني، اقع وارجع تاني. اهم حاجه انك بترجع وبتخلي فتره انك تبوظ فيها تبقى قليله جدا، ومع الوقت انت بتبدا تتعود. يعني مفيش النهارده واحد قال لك انا عاوز اخس وخس على مباشره، لا، هو بيقول لك انا عاوز اخس، بتلاقيه يخس شويه ويرجع يزيد شويه، بعد كده يخس شويه ويرجع يزيد شويه لحد ما يوصل لهدفه. وده الطبيعي، مفيش حد فينا روبوت اللي هو مثلا النهارده هعمل دايت وهيفضل، لان حتى الحالات دي اللي هو بيفضل يمشي على الدايت دايت الى اخره، دي حالات اصلا بتبقى نفسيه، اللي هو ممكن لو اكل زياده يجيله قيء، فلا طبعا دي حاله نفسيه وحشه احنا مش عاوزينها. فطبيعي جدا اثناء خساره الدهون ما تلاقيش المؤشر نازل، لا انت بتقل شويه تثبت شويه ترجع تزيد شويه تقل شويه وهكذا، ده الطبيعي جدا. والحاجه الثانيه اللي احنا باذن الله هنبدا نتكلم عنها ونعمل لها جروب خاص اللي هو خس من غير ما تحس، ده برضو هنبدا نغير فيه العادات، لان الناس دي الفكره الاساسيه. بس في المتابعه لما تيجي تقول للواحد احنا نمشي بالطريقه الصح، نعمل 1 2 3 4، طبعا هو بيقول لك لا. طبعا الشعب العربي او معظم الناس يقول لك احنا عاوزين نخسر مثلا، لا انا عاوز اخسر 10 كيلو، لا انا عاوز اخسر 15 كيلو 20 كيلو في اسرع وقت ممكن الى اخره. انما الصح انك تبدا تغير العادات تدريجي واحده واحده، فبالتالي تبدا تغير اسلوب حياتك، فبالتالي بعديها يبقى انت قدامك الاكل الدار كله بمزاجك انت، انا عاوز اكل ادوق منه او مش عاوز اكل، ساعتها بتبقى انت اللي مسيطر على حياتك مش الاكل هو اللي مسيطر عليك. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وعرفتوا ان موضوع تغير الدايت كل اسبوع ملهوش علاقه تماما بموضوع خساره الدهون. الفكره كلها زي ما انا قلت في الاربع اسباب اللي فوق، لو انت قدرت انك تستريح على الدايت على نفس الاكل. يعني انا مثلا كطبيعتي ممكن اكل نفس الاكل كل يوم لمده 3 6 شهور واغير بس في البروتين الحيواني، مثلا مره فراخ مره لحمه مره تونه مره مثلا رز بني مره مثلا بطاطا مره بطاطس الى اخره، نفس السعرات اللي بمشي عليها 3 6 شهور. في شخص تاني ممكن لا، معايا في المتابعه انا عاوز اغير كل اسبوع، لا انا عاوز كل اسبوع ده فراوله، الاسبوع الجاي موز، الاسبوع الجاي برتقال. احنا كلنا بنختلف، شوف ايه المناسب ليك مش المناسب لصاحبك او المناسب للمدرب اللي انت بتتمرن معاه، المناسب ليك واللي مخليك تستريح على الدايت وتستمر عليه اكبر فتره ممكنه، وساعتها ابدا امشي عليه وباذن الله هتوصل لهدفك. لو انت عندك اي سؤال في التغذيه والتمرين تقدر تسال تحت في الكومنتات وهرد عليك. لو انت عاوز تتابع معايا عن طريق المتابعه الاونلاين هتلاقي الارقام موجوده في صندوق الوصف. كان معاكم عمرو شعراوي، سلام عليكم.